السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر صادم للجميع ومفرح لشعب مصر كله، صدق أو لا تصدق، مرتضى يتحبس أخيرا. الطعن المقدم من مرتضى منصور تم رفضه من قبل محكمة النقد، ودخل المتهم في نوبة بكائه السيري وهو حزين ومنفعل نتيجة للحكم اللي تم صدوره ضده يوم، وتم ترحيل الجاني أو المتهم إلى الحبس يتم إقامة الحكم عليه بالحبس شهر في قضية سب وقصف الكابتن محمود الخطيب. طبعا بالقرار ده يعني نادي الزمالك دلوقتي هيبقى من غير رئيس، يعني في بنسبة كبيرة جدا فترة جاية انتخابات جديدة، بحكم جايحة طبعا ان يتعمل انتخابات جديدة على منصب رئيس نادي الزمالك. انا مش مصدق، مش هكذب عليكم، مش مصدق خالص ان مرتضى منصور اخيرا هيتحبس. مش عارف هل دي اصداء تصريحات خالد مرتجي ولا لا، وارد، لكن بجد انا لحد اللحظة مش مصدق ان ده ممكن يحصل، ان مرتضى اخيرا اتحبس. اعتقد ان المفروض ان احنا مش نشكر القاضي بس اللي رفض الطعن، لا احنا نشكر ربنا اخيرا في فرصة ان العدل يطبق في هذا البلد، يعني الحمد لله. طبعا الف مبروك لكابتن محمود الخطيب، اخيرا جزء بسيط جدا من حقه المهدر خلال عدة سنوات سابقة، الحمد لله يعني اخيرا الناس بدأت تحس انه ممكن يطبق العدل في هذا البلد. شيء يحسب لكابتن محمود الخطيب صموده كل ده، شيء يحسب طبعا للقاضي مش هننكر، لكن في النهاية شيء يحسب لدعاء الناس اللي ربنا هو اللي قبل دعواتهم. صحيح العدالة اتأخرت لكنها اتحققت، مش مشكلة، اتحقق منها جزء بسيط جدا، ربما كان يستاهل مرتضى منصور اضعافه. البكاء اللي هو بكاه النهاردة يعني لا يأتي شيء في كمية المظالم اللي هو ارتكبها. ان شاء الله دايما العدالة تطبق في البلد دي يا رب. بس كده، السلام عليكم.